الحكومة بكامل تشكيلها في اجتماع عاجل مع السيسي لبحث أزمة الإسكندرية. المصريون بالخارج يبدأون جولة الإعادة للمرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية. والمقاومة الشعبية في تعز تقتحم أسوار قوات القصر الجمهوري ومعسكر قوات الأمن الخاصة. الثانية بتوقيت القاهرة، موجز لأهم الأنباء من النهار اليوم مشاهدينا، أحييكم. يعقد مجلس الوزراء بكامل تشكيله اليوم اجتماعا عاجلا دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويهدف الاجتماع إلى بحث الموقف في محافظة الإسكندرية بعدما شهدته أمس من سيول أسفرت عن مصرع 5 أشخاص وإصابة آخر صعقا بالكهرباء جراء سقوط كابل الترام في شارع تغمره مياه الأمطار بمنطقة محرم بك، إضافة إلى غرق الشوارع والبيوت والسيارات. وبحسب خبراء فإن موجة الطقس السيء التي شهدتها الإسكندرية أمس كشفت انهيار البنية التحتية للمحافظة. وكان رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف اسماعيل قبل استقالة محافظ الإسكندرية هاني المسيري، وكلف نائبه بمباشرة أعماله في المحافظة بصفة مؤقتة، وقرر أيضا تخصيص 75 مليون جنيه لإصلاح شبكة مياه الأمطار في المحافظة. ومن جانبه قبل وزير الإسكان استقالة رئيس شركة صرف صحي الإسكندرية اللواء يسري هنري. أما وزارة التضامن الاجتماعي فأعلنت عن صرف 10,000 جنيه لأسرة كل متوفى بالإسكندرية جراء الطقس السيء و5,000 للمصاب. انطلقت صباح اليوم عملية تصويت المصريين بالخارج في جولة الإعادة للمرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، وكانت نيوزيلندا أول سفارة تفتح أبوابها لاستقبال الناخبين، وتتواصل عملية التصويت اعتبارا من الساعة 9 من صباح اليوم حتى 9 مساء حسب التوقيت المحلي لكل دولة، وذلك في السفارات والقنصليات المصرية في 139 دولة ولمدة يومين لتسهيل عملية الاقتراع لكافة المصريين المغتربين. رفضت محكمة القضاء الإداري بالفيوم جميع الطعون المقدمة من 14 مرشحا خاضوا انتخابات البرلمان في الجولة الأولى ولم يوفقوا. هؤلاء المرشحون يمثلون 4 دوائر انتخابية بالمحافظة، وهي دائرة مركز أطسا وسنورس وأبشواي وبندر الفيوم. كما رفضت المحكمة بمحافظة الأقصر 10 طعون تطالب بإلغاء نتائج الجولة الأولى لانتخابات مجلس النواب بدائرتي مركز ومدينة الأقصر وإعادة الانتخابات فيهما. وكذلك محكمة القضاء الإداري في قنا رفضت جميع الطعون المقدمة إليها وأحالت 33 طعنا لهيئة مفوض الدولة لوضع تقرير بالرأي القانوني حيالها. احتفلت مصر والولايات المتحدة الأمريكية أمس باستئناف الإنتاج المشترك للدبابات من طراز أبرامز M1A1 في حفل أقيم داخل مصنع الدبابات المصري، والذي حضره وزير الإنتاج الحربي اللواء محمد العصار وكبير مسؤول وزارة الدفاع الأمريكية بالقاهرة اللواء تشارلز هوبر وعدد من كبار المسؤولين. ويأتي استئناف الإنتاج المشترك لهذه الدبابات كأحدث خطوة تتخذها الحكومة الأمريكية لمواصلة شراكتها مع مصر، وكجزء من التزام الولايات المتحدة السنوي البالغ 1.3 مليار دولار لدعم الأمن المصري. اقتحمت المقاومة الشعبية في تعز أسوار قوات القصر الجمهوري وجانبا من معسكر قوات الأمن الخاصة التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح.
وسط غارات مكثفة للتحالف العربي على مواقع المتمردين بمنطقة الحرير وجبل الوعش، لتشهد محافظة إب والبيضاء وشبوة تقدما ملحوظا للمقاومة. في المقابل لا تزال ميليشيات الحوثي وصالح تقصف مدينة تعز بشكل عشوائي للأحياء السكنية في المدينة، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين. اندلعت اشتباكات عنيفة صباح اليوم بمدينة بنغازي شمال شرقي ليبيا بين الجيش الليبي وداعش بعد نحو يومين على سلسلة غارات جوية نفذها سلاح الجو الليبي على مواقع تنظيم داعش وما يسمى بمجلس ثوار بنغازي، وذلك عقب قصف طال متظاهرين مواليين للشرعية في ساحة الكيش كانوا ينددون بمقترح المبعوث الأممي إلى ليبيا، ما أدى إلى مقتل 12 شخصا وإصابة 39 آخرين بجروح. ختام الموجز مشاهدينا، وهذا تذكير بأهم ما جاء. الحكومة بكامل تشكيلها في اجتماع عاجل مع السيسي لبحث أزمة الإسكندرية. المصريون بنى جولة الإعادة للمرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية. والمقاومة الشعبية في تعز تقتحم أسوار قوات القصر الجمهوري ومعسكر قوات الأمن الخاصة. وعلى رأس الساعة القادمة موجز إخباري جديد، إلى اللقاء.